بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كم أنا سعيد وأنا معكم في هذه الأوقات المباركة، داعيا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. وقفنا في حلقتنا السابقة عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا آمين البيت الحرام. دعونا نقرأ الآية من أولها لنفهم ما المقصود بقوله ولا آمين البيت الحرام بشكل أكبر. وتسألنا لماذا هؤلاء بالتحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، تكلمنا عليها بالتفصيل. ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، أما قصد يقصدوا، قاصدوا البيت الحرام بالزيارة في عمرة، أو قاصدوه لأداء نسك الحج، هؤلاء قطعا ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. الاعتداء على أي إنسان، على جسده، على ماله، على عرضه، اعتداء، وحرمته شديدة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، مع ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى هنا: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدر القلب ولا آمين، أي لا تستحلوا. هؤلاء وفد الرحمن الذين وفدوا إليه قاصدين بيته، فهم ضيوفه على الخصوص. إنك تعتدي على إنسان في بيته في الشارع، ده اعتداء وقطعا ستحاسب عليه. لكن لما يبقى ضيفي في بيتي وتيجي حضرتك تعتدي عليه وهو ضيفي وفي بيتي أو في ضيافتي، هتبقى أشد قوي، تبقى عيبة قوي، ويبقى الحق مضاعف، حق الشخص الذي اعتديت عليه وحق المضيف اللي هو أنا. صح؟ صح. هيقول لك حتى ده فيها حق عرب. طبعا ما بالك بقى ما يبقى ده ضيف الله. يعني انت اعتديت على عبد من عباد الله، وده في حد ذاته جريمة، واعتديت عليه وهو ضيف على الله. تقول لي وضيف ربنا ده مش يبقى في بيته يا مولانا، مش ما يوصل بيته؟ لا، هو مجرد ما خرج من بيته قاصدا البيت الحرام خلاص صار ضيفا لله. أيوة، انت فاكر حضرتك ان اكرام ربنا وضيافة ربنا لقاصدي بيته أو بيته، ينفع الاثنين، انت فاكر حضرتك ان الضيافة بتبتدي بس لما يوصل؟ ده حضرتك يا فندم لما تتوظف بيتك، تروح تصلي في الجامعة، ضيافة الرب سبحانه جل في علاه أكرم الأكرمين بتبدأ من أول خطوة بتخطوها من بيتك. تقول لي معقولة يا مولانا؟ معقولة أنا
لما العصر جدا ولا المغرب واقوم اتوضى واروح الجامع افتح باب بيتي تبتدي الضيافه. ضيافه ايه دي؟ ضيافه ايه؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لك في حديثه الصحيح صلى الله عليه واله وسلم لما يقول شارحا وموضحا هذه الضيافه: من سمع النداء ثم اتى المسجد لا تنهزه الا الصلاه، اي لا تخرجه او لم يخرج من بيته الا للصلاه، كانت خطواته احداها ترفع درجه والاخرى تحط خطيئه. يبقى الضيافه بدات من امتى؟ بدات من اول خطوه من باب بيتك، تفتح الباب حضرتك تاخد خطوه بره الباب، من الخطوه دي بدات الضيافه. الضيافه ايه؟ اعظم ضيافه على الاطلاق. احدى خطواتك رجلك تخطط ترفع لك درجه، الثانيه خطط تحط خطيئه، تفضل كده لحد ما تروح الجامعة كل خطوه. عشان كده بنو سلمة كانوا بعيد عن الجامع شوي، وعرفوا ان في بيت فضي وصاحبه هيبيعه بجوار الجامع، فقالوا هي فرصه ان احنا نقرب بقى من الجامع بدل ما بنمشي مشوار وبتاع. سيدنا النبي عرف ان هؤلاء الناس وهم حريصون على الاجر ان هم عاوزين يشتروا بيت جنب الجامع، فقال لهم ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال لهم: دياركم تكتب اثاركم. الله، اي يلزموا دياركم، ما تغيروش، ما تجوش جنب الجامع او تلزقوا فيه، تعالوا مشي شويه تكتب اثاركم، كل خطوه مكتوبه ترفع بها درجه، الخطوه التاليه يحط بها خطيئه. طب وصلنا الجامعه، خلصت الضيافه؟ بالعكس، يوكل الله تعالى بنا ملكين، احدهما يقول اللهم اغفر له، الثاني يقول اللهم ارحمه، وتفضل الضيافه مستمره ما لم تؤذي وانت في المسجد بغيبه او نميمه او فعل ما لا يليق ببيت من بيوت الله، او تحدث يعني تنقض وضوءك. طب انا نقضت وضوئي وقمت اتوضيت ورجعت قعدت تاني، تبدا الضيافه تاني، خلاص انك في بيت الله سبحانه وتعالى، شفتوا؟ طيب الخارج بقى عمره، ولا الخارج للحج؟ دول ضيوف ربنا يا اخوان، ايوه ضيوف الرحمن، هؤلاء الضيوف لهم حق على الرحمن ان يؤمناهم، فنهى سبحانه وتعالى عن إيذائهم والاعتداء عليهم واستحلال أموالهم ودمائهم وأعراضهم على الخصوص. يبقى الإنسان كإنسان يحرم دمه وماله وعرضه، لكن لما يبقى كمان ضيف الرب سبحانه وتعالى وقاصدا بيته، لا بقى الحرمة هنا إيه؟ الحرمة هنا أشد والعياذ بالله. فلننتبه، هل يعني انه لما ربنا جل يقول يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ان هي واضحه بالتاكيد قاصد البيت الحرام؟ وانا اؤكد على هذا، قاصد البيت الحرام يجب ان يكون نيته الله عز وجل، طبيعي. انما هل ده يمنع ان يكون في نيته ايضا تجاره او استفاده؟ الصحابه كانوا يفعلون هذا، لكن في حجة الوداع تحرجوا، حصل عندهم نوع من الريبة كده والشك، ان يعني احنا بنحج مع الناس سلام ولا هنتاجر؟ قبل كده بيتاجر، ما كانش عندهم مشكلة، في اسواق، في اسواق في منى، في اسواق في عرفة، الناس بتبيع وتشتري على يعني احتياج الناس في تجارات، فتحرجوا. فنزل قول ربي سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. إذن لما القرآن يقول ولا آمين، أي ولا تستحلوا، هؤلاء الناس قاصدي البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون
الآخرة ويبتغون أيضا الدنيا. ده مش عيب. على فكرة القرآن الكريم ذكر أصناف الناس في الحج، فذكر صنفين لا ثالث لهما. قال إيه؟ قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يذكر صنفا ثالثا. ما قالش إن في ناس أحسن وأحسن بيقول ربنا آتنا في الآخرة حسنة وخلاص، لا. إذن لا حرج على الإطلاق، بل هو الطبيعي والفطري أن الإنسان يرجو من ربه فضلا في الدنيا وفي الآخرة. تعرفين إحنا داخلين الجامع بنقول إيه؟ افتح لي أبواب رحمتك. طب إحنا خارجين افتح لي أبواب فضلك. فإحنا محتاجين أبواب الرحمة ومحتاجين أبواب الفضل. ما هو إذا لم يفتح لنا أبواب فضله فمن يفتحها لنا؟ وفي أبواب غير أبوابه سبحانه وتعالى. هل هناك من يملك مفاتيح هذه الأبواب؟ أبدا، لا يملك أحد العطاء ولا يملك المفاتيح، له سبحانه له مقاليد السماوات والأرض جل في علاه. إذن لما قال ربي ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يمنع أن يكون هذا الفضل دنياوي مع الرضوان الأخروي اللي هو فوق المغفرة. ربنا يجعلنا رب ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضوان أيها الإخوة هو الجزاء الأعظم الذي يبشر الله تعالى به أهل الجنان بعد استقرارهم في الجنان. يخاطب الله أهل الجنان ويقول لهم يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ده انت اديتنا كتير قوي أكتر مما نظن ونعتقد لم يكن يخطر على بالنا. فقال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا الذي قال الله فيه ورضوان من الله أكبر، أكبر النعيم على الإطلاق، أعظم النعيم في الجنة رضوان الرب سبحانه جل في علاه على أهل الجنة. ندعو الله أن يجعلنا منهم، اللهم أمين. ثم يقول لهم وإذا حللتم فاصطادوا. خلاص إذا حللتم بتعني إنكم أنهيتوا الإحرام. تعرفين المسلم لما بروح يعتمر يطوف يسعى ثم يقصر أو يحلق يكون بذلك قد تحلل من إحرامه، خلاص من حقه يصطاد أو ينفع أنه يصطاد. لكن خلي بالك ده كان منع حال، منع مربوط بالحال وهو حال الإحرام. لكن في منع تاني ما ننتبه إليه وهو البلد الحرام، المكان. ينفع يصطاد بس مش ينفع، ما ينفعش يصطاد حتى لو حل أنهى إحرامه خلاص سواء في العمرة أو في الحج. ما ينفعش يصطاد فين؟ في منطقة الحرم. عشان كده الحمام آمن ومطمن، بيكون في الأرض يأكل ما بيهكش، حتى الناس ما تمشي جنبه ما بيخافش، آمن. ولا يجوز إن احنا حتى نهيجه، ما ينفعش نقدم له طعام ماشي، إنما نهيجه لا. ليه؟ لا ينفر صيده، مجرد التنفير ما ينفعش. طيب لما يقول لي بقى بعد كده ولا يجرمنكم شنآن قوم، انتبهوا لده، انتبهوا للعدل المطلق، عدل إلهي مطلق يا أخوانا، حاجة كده فيها سمو في المعاملة، مثالية في الأخلاق. ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الله أكبر. يعني أهل مكة قد صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، أخرجوهم بعد 13 سنة من البعثة، وبعدين لما راحوا يعتمروا سنة 6 هجرية بعد 6 سنين من الخروج، لما عادوا ليعتمروا منعوهم
فالقرآن بيعلمنا لما تملكوا الأمر انتوا بقى وتبقى انتوا المتحكمين ما ينفعش تعاملوهم زي ما عاملوكم. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض هؤلاء إن هم أخرجوكم في يوم من الأيام من المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام لا يحملنكم هذا على أن تفعلوا مثلهم أو تعتدوا عليهم. تعرفين سلوك النبي عليه الصلاة والسلام إنه لما أراد أن يفتح مكة مع إن أهل مكة المشركين زي ما أنتم عارفين عملوا في النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعمل، أذوه هو أصحابه على مدى 13 سنة، انتهى الأمر بأن أخرجوه هو وأصحابه وراحوا كمان يحاربوه في بدر وفي أحد الله وتحزبوا عليه في عام 5 لما النبي عمل الخندق وسميت غزوة الأحزاب لكثرة أولئك الذين جاءوا ليعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الخندق لأن النبي عمل خندق عشان يحمي المسلمين في المدينة ما يقدروش يواجهوا هؤلاء جحافل 10,000 مقاتل ودول كلهم 3,000 فالعدد كبير جدا المواجهة صعبة فعملوا خندق. المهم مع هذا وإضافة لهذا صدوه عن المسجد الحرام 6 لما أراد أن يعتمر، مع هذا القرآن يقول له ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما ربنا يأذن له بفتح مكة ما يعلنش الخبر علشان ما يستعدش أهل مكة لقتال فيقع قتال، وبما أن المسلمين هم الأقوى فالنبي عارف أنه هينتصر بس هيبقى في دماء هتسيل فيخفي الخبر حتى لا تسيل دماء. ولما أحد الصحابة يبعث خطاب عشان يعرف أهل مكة بما نوى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعزم عليه بما نواه وعزم عليه صلى الله عليه وسلم النبي يبعت وراه على طول سيدنا علي ومعه آخر ليأتوا بالكتاب وينزل سورة أوائل سورة الممتحنة حاطب بن أبي بلتعة. ولما سعد رضي الله عنه أرضاه يقول اليوم يوم الملحمة هتتلاحم السيوف وهنقتلهم، النبي يقول لا بل اليوم يوم المرحمة ويعزله ويولي ابنه. ما ينفعش النهاردة يبقى يوم ملحمة، احنا مش جايين نسفي حتى لو كانوا دول أعدائنا وحتى لو دول كانوا آذونا من قبل، احنا مش كده ومش هنعمل كده. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويجي الأمر العظيم جدا وتعاونوا على البر والتقوى. الله ما أجمل هذا، ما أجمل هذا الأمر الإلهي العظيم جدا، لنتعاون كل الناس يتعاونون على البر والتقوى. البر كل عمل صالح، التقوى ما نتقي به جهنم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، حديث صحيح، اتقوا النار ولو بشق تمرة حديث صحيح. النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يقول في صحيح مسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه يعني يوم القيامة فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي شماله ما لا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. نسأل الله العافية وربنا يعذنا وإياكم من النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة هتعمل ايه؟ لكن هي اتقاء، لما الانسان لا يملك الا شق التمرة فيتقي الله سبحانه وتعالى ويتقي النار بشق التمرة سيستجيب الله وسيقبل الله منه. تعاون على البر والتقوى. راحت امرأة معها جاريتان، قصة معروفة جدا بتاعت شق التمرة دي، شق التمرة يعني نصها شطرها، امرأة تحمل جاريتين تركت الباب على السيد عائشة تطلب منها شيئا
تستعين به على الجوع. أمنا عائشة بحثت في الدار، متخيلين بيت النبي أو أحد بيوت النبي بيت عائشة، بحثت في الدار لم تجد إلا 3 تمرات بيت النبوة. ما بنتكلمش على 3 دنانير، لا ده 3 تمرات اللي لقيتهم. أخذ تمرات الثلاث أعطتها صدقة لهذه السيدة. السيدة مسحت تمرة وأعطتها للتي على اليمين، ثم مسحت الأخرى وأعطتها للتي على اليسار. وبينما تمسح الثالثة لتأكلها إذا بالجاريتين البنتين اللي على كتفيها تنظران إليها. الشفقة في قلب هذه المرأة مهما كان الجوع يؤلمها ويكاد يفتك بها، راحت أسمت تمرة نصين شقتها وأعطت شقها أو نصفها للتي على اليمين والنصف الآخر للتي على اليسار. المنظر عجب أمنا عائشة، الشفقة على هذه المرأة، الشفقة على البنتين من هذه المرأة، قلبها الرحيم هذا. فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة ماذا يصنع؟ لكن عندما تقدمه لله سيقيك من نار جهنم. فلا تستقل شيئا من المعروف، وتعاونوا على البر والتقوى. إن لم يا أخي تستطع أن تقدم شيئا بنفسك فأمر غيرك، ادعو غيرك، قول أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. قول انصح أخاك، تعاونوا على البر والتقوى وإياكم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم ينتقل سبحانه وتعالى إلى ويتكلم في النداء أيضا، حرمت عليكم، عد بقى، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. عدنا كم دلوقتي؟ عدنا 11. الـ11 دول إيه؟ الميتة معروفة، كل ما مات من الحيوانات، هو ربنا أحلنا الأنعام، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. لكن ماذا لو ماتت هذه البهيمة؟ ما لحقناهاش، صحينا الصبح لأنها ميتة، جاموسة ولا بقرة ولا ناقة ولا كبش ولا لأخره. ماذا لو استيقظنا في الصباح فإذا بها ميتة أو ميتة، ينفع نقولها؟ ألا حرمت عليكم خلاص. طب والدم؟ الدم المعروف، كانوا زمان المشركين أو العرب عموما كانوا يذبحوا البهيمة فوق طست أو إناء كبير ويجمعوا فيه الدم ويشربوه، معتقدين أن بيعطيهم طاقة، وكانوا يخلطوه بشيء فيأكلوه، يعملوا منه أي حاجة كده يعني خليط كده ويأكلوه. فنهى المولى سبحانه وتعالى عن الدم لما فيه من فساد وضرر على الصحة بشكل كبير. إيه كمان؟ قال لي لحم الخنزير. في يوم من الأيام نقشني أحد من يعني ينتسبون إلى دين آخر، رمز من رموزهم، وبيقول لي هو القرآن قال في الخنزير فإنه نجس أو فإنه رجس؟ لما ربنا عجل كل قال كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. تقول هتفرق إيه؟ قال لا، أصل لو قال نجاسة إحنا ممكن نحبسه ونجيب له أكل نظيف، نأكله زي البهيمة بالضبط، نعلفه، نجيب له حاجات كويسة قوي فنأكله بقى. قلت له لا، هو في حد ذاته نجس بغض النظر عما يطعمه، وحرمته، خلي بالكم، انتبهوا لهذا، حرمة الخنزير كما ذكر الله عز وجل لحم الخنزير، حرمة لحم الخنزير
لا علاقة لها بنجاسته أو بطهارته أو عفوا بالطعام الذي يأكله. هي لا علاقة بجنس الخنزير. فلا يجوز أكل لحمه ولو أطعمناه ما تطعمه البهائم وما نطعمه نحن. يعني حتى لو حبسته يا شيخ وقدمت له أكل من اللي أنت بتاكله برضه ما ينفعش تاكله. أمر منتهي ومحرم يقينا. وعلى فكرة ده مجمع عليه في كل الملل والشرائع. حتى سيدنا عيسى لما هينزل في آخر الزمان كتابع للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عيسى بن مريم هيعمل إيه؟ هيكسر الصليب ويقتل الخنزير، هيرجع الأمور لنصابها. مفيش شريعة أباحت لحم الخنزير، إنما هم غيروا وحرفوا بأمزجتهم وأهوائهم، ليس إلا نفاقا للجماهير ويعني اتباعا للأهواء والمصالح. إنما عند الحقيقة الله سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء في كل الشرائع. طيب هل معنى إنه قال لحم الخنزير يبقى شحمه جائز؟ مسألة مهمة جدا وبيقع فيها الكثيرون. الواقع إنه لا فرق بين اللحم والشحم، ده الأساس. لكن ماذا لو أن الشحم استفيد به في بعض العلاجات، مراهم، كريمات مثلا أو صبغة أو خلافه، اللي بيسموه الاستعمال الظاهري. لا خلاف بين العلماء على أن الاستعمال الظاهري الذي دخل فيه لمادة يعني دخلت فيها شحوم الخنزير إنه لا حرج. ليه؟ لأنها ظاهرة. طب ماذا لو مطعومة دواء كده وحطوا فيه شحم خنزير مثلا، كبسولات أو خلافه؟ ماذا لو كان شوكولاتة حطوا فيها أو خلطوها بشحم الخنزير؟ سننظر. إذا كانت النسب ضئيلة وحصل لها ما نسميه أو يسماه الفقهاء من قديم بالاستحالة. الاستحالة يعني إيه؟ يعني تغير الوصف. هم حطوا عناصر الشوكولاتة ومعها عنصر شحم الخنزير بنسب ضئيلة، طبخوا وخلطوا ولا آخره، فأصبحت التركيبة خلاص شيئا آخر، لم تبقى على حالها كشحم خنزير. عندئذ نقول بالجواز، لأن الشحم قد استحال، تحول خلاص، تبدل، لا ليس باقيا على حاله. فما دام ليس باقيا على حاله فلا مانع ولا حرج من أكله، وإن ترك الإنسان مثل هذا كان أولى. وده بيقابلنا بقى كتير جدا جدا في الغرب. المخبوزات نفسها قد يوضع فيها بعض نسب كده قليلة جدا من الكحول، أو بعضها يبقى مخلوط، بعض الأطعمة مخلوطة بشحم الخنزير. حصلت الاستحالة، لا نستطيع ان احنا نجيب كده الخبز ده ونقطعه ونقول الحتة دي دهن خنزير والحتة دي دقيق، ما عادش، ما ينفعش. هو كله صار خليطا وتحول لشيء آخر اسمه الخبز أو اسمه الحلوى أو اسمه أيا كان، واختلط وأصبح شيئا آخر، خلاص جاز ولا حرج، والله أعلم. هنا لما يقول وما أهل لغير الله به، إيه اللي أهل لغير الله به دي؟ أنتوا عارفين إن إحنا لما بنذبح بنهل لله سبحانه وتعالى وحده، بنقول بسم الله الله أكبر، نذبح ذبيحتنا على ملة وشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نذبح بنية التقرب لفلان أو علان، حتى لو إحنا هنأكلها أو هنتصدق بيها، ما بنجيش نقول والله أنا هذبح للشيخ الفلاني ولا هذبح للصنم العلاني، غلط. أدى كلمة أهل لغير الله، أي ذبح لغير الله. وهنا يجب أن نفرق بين إنسان قصد بذبحه وجه الله وآخر قصد بذبحه غير الله. من قصد بذبحه وجه الله فذبيحته حلال، قصد بذبحه التقرب إلى غير الله، أدى معنى كلمة أهل لغير الله به، أي قصد بذبحه غير الله. القصد هنا بقى، فدي مشكلة كبيرة جدا. الله، هتقابلنا طبعا قضية
كبيرة وواسعة وخطيرة، والشبهة فيها عظيمة. الناس اللي بتقول والله إذا ربنا نجح ابني أنا هذبح للسيد البدوي مثلا، أو للسيدة نفيسة، أو للسيدة زينب، هنسأله هل أنت تقصد أن تذبح لهذا الشخص ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أنت تقصد أنك تذبح لله وأن تطعم الفقراء والمساكين في هذا المكان؟ فإذا كانت النية الله وأنه سيطعم الفقراء والمساكين في المكان فمرحبا، أما إذا كانت نيته الشخص أيا كان من هو غير الله فتلك ذبيحة غير جائزة وهي حرام والأكل منها حرام. طب يا مولانا الراجل ذبح وأهداني وأنا ما أعرفش نيته، يبقى أنا ماليش دعوة، أنا أتكلم هنا عن نفسي، أنا مش هروح أجيب ذبيحة وأقول أنا بذبح عشان خاطر السيد البدوي يشفي لي ابني ولا نجحني ولا ولا لآخره. أنا ما سمعتش غيري بيقول يا سيد يا بدوي أنا جيب لك ذبيحة أول بقى أعمل لي، ما سمعتش ده خلاص، يبقى نخلينا على الأصل. وإن كان ترك هذا من باب ترك الشبهة أولى والبعد عنه أولى، ونؤكد على أن النذر لا ينبغي إلا أن يكون لله، في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وما أهل لغير الله به. والمنخنقة، منخنقة هي تدخل زي الميتة بالضبط، بس هو عايز يقول لنا في تفاصيل الميتة، فيه من ماتت كده خلاص أجلها، صحينا الصبح لقيناها من غير خنق ولا حاجة ميتة، فدي ماتت بطبيعة الحال يعني قدر الله عز وجل وخلاص من غير سبب. فيه ما ماتت بسبب ما لحقناش نذبحها، ماتت بسبب، قد يكون السبب الخنق، بتلعب براسها ولا بتاع اتلفت ال بيسموها ايه يعني الله المستعان الحبل اللي على راسها ده، والله نسينا معلش ال 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 الخطام بتاع البعير ولا خلافه اتلف حوالين رقبته مات، البهيمة ماتت بسبب الخنق مثلا، أو الموقوذة، الموقوذة اللي هي ايه، حد غرز فيها شيء ماتت بسبب هذا، أو المتردية وقعت من فوق حطينها على السطح ولا بتاع هوب راحت وقعة، حطينها جنب بير وقعت في البير، أو نطيحة، بهيمة نطحت أختها فماتت بسبب النطح، أو أكلها سبع. مرة حد هنا قال لي طب يا مولانا لما السبع أكلها إحنا بنتكلم عن حرمتها ليه؟ ما السبع أكلها خلاص. لا مش ده المقصود، أكل السبع حاجة من اتنين، إما إن هو اصطادها فبدأ يخنقها حتى تموت ثم يأكل، أو إنه بدأ يأكل فيها، ما في أنواع من الحيوانات المفترسة بتاكل وهي حية، يعني الأسد لما بيصطاد البهيمة بيخنقها الأول لحد ما تموت وبعدين يأكل، إنما في حاجات تانية بتقتل أو بتأكل من البهيمة وهي حية، التمساح مثلا، بهيمة راحت تشرب من النهر التمساح مسكها خلاص، احنا لحقناها طلعناها من بقه بس كانت ماتت منفعش، طيب طلعناها ولسه فيها الروح نذبحها، وده معنى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يبقى المقصود إنه ما لحقتموه من فم السبع وهي لسه حية وزكيتموها، طب ما لحقناهاش لسه ما خلصش لسه ما أكلهاش بس موتها، يبقى لا يجوز. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، هيحتاج مننا إن شاء الله إن احنا نكمل، والآية كمان لسه فيها معنى آخر مهم جدا.
لما يقول لي اليوم أكملت لكم دينكم، خلينا نتكلم عنها إن شاء الله في حلقتنا الجاية. ونسأل الله العلي القدير باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا مع الفهم العمل ومع العمل الإخلاص. اللهم أمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.